ونوجه رسالتنا إلى آل خليفة وكل طواغيت الأرض بأننا شعب حر نسير على خطاب أبي عبد الله حينما ركز بين السلة والذلة فقال: هيهات من الذلة، 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 قسما بدماء الشهداء، سنحاسب كل العملاء، قسما بموج الضحايا، سنحاسب كل العملاء، واحد من كل الشرفاء، سنحاسب كل العملاء، من يذكوه ربنا بماء، سنحاسب كل العملاء، من كل الرسماء، سنحاسب كل العملاء. وجهنم دار الحقراء. سنحاسب كل العملاء.